Je suis particulièrement heureux de visiter إنني سعيد بزيارة الجزائر للمرة الأولى. هي فرصة لتقديم أسمى عبارات الصداقة والسلام من قبل بابا الفاتيكان فرانسوا لكل الشعب الجزائري التي يعيش على أرض الحرية والكرامة. في خضم الاحتفال بالذكرى 50 للعلاقات الدبلوماسية، نستحضر سنة 1962 التي عرفت حدثين مهمين بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية وبالنسبة للجزائر. في 2022 تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بذكرى افتتاح سفارة الفاتيكان، والجزائر تحتفل بالذكرى 60 لاسترجاع سيادتها واستقلالها. في فترة تتميز بعنف كبير، يسعى الفاتيكان جاهدا لإيجاد حلول سلمية تكتمل من خلال تعزيز أواصر الأخوة وكذا العودة إلى الله الذي ندعوه ونتدرع إليه لإحلال السلام. عالمنا متعطش للسلام، فلتحقيق هذا السلام وجد تضافر جهود الجميع. في عالم لا يزال متأثرا بتداعيات الأزمة الصحية، وجب علينا جميعا تطوير آليات فعالة لحفظ السلام ووضع كرامة الإنسان في صلب قراراتنا. إننا مدعوون لبناء سلام شامل، وفي خضم تلك العلاقات الدولية الصعبة التي نعيشها، تسعى الكنيسة الكاثوليكية جاهدة لإحلال السلام عبر العالم. إن الجزائر بلد لحضارات ضاربة في التاريخ. على أرضها سكن المسيح والمسلمون. على أرض هذا البلد عاش القديس أوغستان وسان شارل دو فوكو. أستحضر هنا ما قاله البابا فرانسوا في رسالته: نحن جميعا إخوة. الأخوة هي تلك التي تجمع البشرية جمعاء، تجعلهم سواسية في إطار حوار دائم للديانات. أتمنى للجزائر كل نجاح في القمة العربية التي ستحتضنها، والتي ستكون موعدا مهما لتعزيز أواصر الحوار الوئام، ومن أجل مواصلة إحياء علاقات الأخوة.